الحمد لله بنحاول دايما كشبكة تلفزيون الحياة إنها تقدم لحضراتكم يعني جديد مميز. بنحاول ان احنا نتواصل مع حضراتكم وبنحاول من وقت لآخر، يعني هو صعب الواحد يتكلم على باسم شبكة تلفزيون الحياة، لكن كواحدة من العاملين فيها الحمد لله بنشوف في دايما الجديد في التلفزيون، في تلفزيون الحياة. في برنامج رياضي قريب قوي هيبدأ، والبرنامج ده خليني أقول أنه هيكون إن شاء الله بإذن الله إضافة لتلفزيون الحياة، لأنه مع كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن التوأم اللي شفنا طبعا أدائهم مع نادي الزمالك في الدوري اللي فات، وشفنا أنه قدروا بالفعل يوقفوا نادي الزمالك مرة تانية على رجليه. في يعني أنا مش بنحاول بس نعمل تليفوناتنا مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم علشان نشوف ملامح البرنامج الرياضي ده وإيه اللي ممكن يقدموه على تلفزيون الحياة، لكن بالتأكيد مبروك علينا اتنين من الرياضيين اللي احنا بنفخر بيهم بالتأكيد، كابتن حسام وكابتن إبراهيم حسن. طيب احنا معانا فيديو كده او تقرير للبرنامج، طيب نشوفه كده سريعا. ما طلعش لسه البرنامج، بس نشوف البرنامج هيبقى اخباره ايه مع كابتن ابراهيم حسن. مساء الخير يا كابتن. كابتن ابراهيم صوتي معلش. مساء الخير كابتن ابراهيم. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا كابتن. اتفضل قول لنا كده يعني البرنامج هيبقى شكله ايه وهتشتغلوا فيه من امتى يا فندم؟ هو ان شاء الله طبعا يعني لسه شكل البرنامج هيبقى فيه طبعا مع الدوري ان شاء الله، واستديو التحليل الموجود، وبرده في لسه مع مهيب هنقعد ننظم او ننسق الجزئيه دي. ان شاء الله هيبقى في حاجه كويسه، يعني يبقى في بجانب التحليل يبقى في برنامج ان شاء الله. ولسه ده مش عايزين لما مهيب والناس الموجودين في القناه ان شاء الله يحطوا الخطه معينه على اساس ان احنا ان شاء الله يبقى في شكل كويس وشكل جديد بالنسبه لنا وبالنسبه لقناه الحياه باذن الله. كابتن ابراهيم فدي لسه هيبدا من ان شاء الله 1/9 باذن الله، من اول شهر 9 هيبدا تقريبا مع كاس مصر يعني. وطبعا الجزئيه دي الموضوع القناه او بجانب ان شاء الله حته الشغل في التدريب والاداره ان شاء الله. يعني انا كنت عايز اسالك على كده يا كابتن ابراهيم، يعني ده هيكون جنبا الى جنب مع التدريب، يعني مش هنبعد عن التدريب وعن الملعب وهنبقى بس في التلفزيون ولا لا ايه؟ لا ان شاء الله بجانب ان شاء الله التدريب والاداره باذن الله. واللي احنا اتفاق مع ان شاء الله مع قناه الحياه وطبعا المؤسسه كان مهيب ان هو الموضوع ان شاء الله مش هيبقى فيه تعارض باذن الله لما نكون موجودين في شغل لو مسكنا ان شاء الله في اي مكان في اي نادي، هيبقى في خطه الموضوع ان احنا ما يبقاش فيه اي تعارض ولا مع شغلنا ككوره يعني او تدريب. فدي هيبقى الاثنين بجانب بعض ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق كابتن ابراهيم حسن، شكرا لحضرتك على وجودك معنا. شكرا يا فندم.